وأراد البعض أن يستأذن من عبد العزيز لتأخر الوقت، فرفض عبد العزيز متعللا بأن اجتماعهم ينشطهم ويشجعهم على المذاكرة، وبدأ النوم يغازل عين يوسف، ولمحه عبد العزيز وهو يتثاءب. مرت لحظات وأراد يوسف الخروج وقال: المنهج طويل وأنا بحاجة للراحة، فلعلي أن أنام في منزلنا وأطلب من أمي أن توقظني قبل الفجر لأكمل المذاكرة والدراسة. قال عبد العزيز: يا مجنون، ستضيع عليك الوقت وأنت في أمس الحاجة للدقيقة الواحدة، وعندي لك الحل والعلاج. نظر الجميع إلى عبد العزيز باستغراب وقالوا بصوت واحد: وما هو الحل يا ترى؟ قال: الحل هي المنشطات الطبية، فهي تقوي البدن ولا تضر الإنسان. همهم بعضهم وقالوا: لا تزعجنا بغرائبك يا عبد العزيز، نحن نخاف من أي شيء جديد. قال لهم: أنتم لستم برجال، ولو كنتم رجالا لجربتم على أقل الأحوال. تحمس أحدهم وقال: أنا رجل وعلى استعداد لتناول أي شيء من الحبوب والمنشطات التي تعطينا إياها. وأخذ من عبد العزيز حبة بيضاء وابتلعها وأتبعها بكوب من الماء. مرت دقائق، كان الجميع في صمت، ثم بدأ هذا يتكلم ويقول: أشعر بنشاط عجيب، لقد حفظت القاعدة الفلانية والمسألة الفلانية وعرفت الحل الفلاني تشجع الجميع وتناولوا تلك الحبوب. مرت الأيام الأولى وكان الجميع يدعي أنه وفق في الامتحانات بسبب هذه الحبوب. مر الأسبوع الأول وبدأوا يطلبون من عبد العزيز كمية أكبر وحبوبا ذات مفعول أقوى، وسقط الجميع في المستنقع الآسن. كان أكثرهم مالا هو يوسف، ولذلك في كثير من الأحيان كان هو الكريم الذي يدفع المال لعبد العزيز نيابة عن زملائه. انتهت الاختبارات وكانت النتيجة لا بأس بها، وبدأت الإجازة وبدأ السهر وبدأت رحلة المعاناة. كانوا يجتمعون في كل ليل في بيت أحدهم على لعب الكمبيوتر ومتابعة أفلام المصارعة الحرة وغيرها من الأفلام، وتردت الحال فجربوا الدخان وجدوه لذيذا وزينه الشيطان لهم. كانت أسماء تلاحظ تغير حال أخيها يوسف في الفترة الأخيرة، وكانت تحاول البحث عن الأسباب. لقد أصبح يتأخر عن المنزل وهو أكبر إخوانه الذكور، وبدأت تشم رائحة الدخان من ملابسه وثيابه. ذات يوم دعته إلى غرفتها وبدأت تلاطفه بحديثها العذب الجميل. قالت له: يوسف، أتدري ما الخبر؟ قال: ما الخبر؟ قالت: لقد تقدم إلي عريس جميل، فهل أنت مستعد لزواجي في نهاية العطلة؟ أريدك أن تكون بطلا ترفع من رأس أبي في عرسي. ابتسم لها وابتسمت له وقال: أبشري يا أختي. ثم أسدت إليه بعض النصائح وحذرته من رفقة السوء. مرت الأيام وتردت حال يوسف أكثر، ضربه والده أكثر من مرة عندما علم أنه يسرق منه أموالا من ثيابه ومن خزانة النقود في المنزل. غضب يوسف ورفع صوته وخرج من البيت وقال: سأترك لكم البيت، لن تروني بعد هذه الليلة أبدا. مرت لحظات الليل شديدة على يوسف، ثم عاد إلى المنزل، فليس للإنسان إلا أهله. دخل غرفته بهدوء، أغلق الباب وراءه وجلس يبكي، فقد تعود على تلك الحبوب وهو بحاجة إليها الآن وليس معه مال. عاد إلى زملائه، طردوه، بصقوا في وجهه، قالوا: أنت حقير، إلى متى ونحن نعطيك بالدين؟ سدد الدين الذي عليك أولا ثم نعطيك حبوبا أخرى. كانوا يغرونه ويزيدونه هما وغما عندما يخبروه بأنواع من الحبوب جديدة قد نزلت وأصبحت متداولة بين الشباب، فيزداد حسرة وألما. قال أحدهم: لما لا تطلب مالا من أختك المدرسة؟ قال يوسف: لا أستطيع، ستسألني لأي شيء تريد المال، ثم إني قد أخذت منها مالا كثيرا. قال الآخر بخبث: عندي فكرة أفضل، لما لا توقعها في هذه الحبوب حتى تصبح هي مدمنة، وحينئذ ستصرف عليك وعلى نفسها. سكت يوسف وبدأ يفكر: يا الله يا الله، أخته إنها شريفة، لا يمكن أن يدخلها معه في تلك الهموم والمشاكل، لكنه الشيطان وأصدقاء السوء وهذه السموم، كل هذا جعله يقدم على تلك المصيبة. فكر كثيرا. في اليوم الثاني جلس مع أخته بعد صلاة العصر وطلب منها أن تعد له شاي، جهزت الشاي وبدأ هو وإياها الحديث عن زوجها وعريسها، ثم طلب منها كوب ماء. ذهبت أخرج من جيبه تلك الحبة السريعة الذوبان والقوية المفعول، وضعها في كوبها وحركها بسرعة حتى ذابت تماما، وجاءت وأعطته الماء وبدأت تكمل حديثها وهي تشرب من كوبها. مرت دقائق عدة، بدأت الدنيا تظلم أمام عينها ثم غابت عن الوعي. خاف يوسف وظن أن أخته قد ماتت، حاول جاهدا إفاقتها، وبعد نصف ساعة تقريبا أفاقت وهي تسعل بشدة. كان يوسف قد أغلق الغرفة عليهما حتى لا يدخل أحد، وبدأت تقول له متعجبة: لقد شعرت كأني أحلق في السماء، ما الذي حدث لي يا يوسف؟ سكت وقال: لا أعلم. لما جاء الليل بدأ الصداع يعبث برأسها، طرقت عليه باب غرفته فلم يرد، فتحت الباب فلم تجده،
صارت مثل المجنونة تبحث عن أي مخرج، تبحث عن أي دواء أو علاج. في آخر الليل فتح الباب ودخل، هرعت إليه أخته: أرجوك أرجوك يوسف ساعدني، منذ العصر وأنا في ألم شديد من بعد ذلك الشاي، أصدقني القول، ماذا وضعت لي فيه؟ أرجوك أرجوك. قال: هذه حبوب منشطة ومقوية. رمت في حضنه بمحفظة نقودها وقالت: أرجوك خذ ما تشاء وأتني بكمية منها فإن رأسي أكاد ينفجر من الألم. فرح فرحا شديدا ومضى، وبدأت أخته أسماء تسلك طريق الهاوية. كانت تستخدم تلك الحبوب بشراهة، وكانت تنفق الأموال، وبدأت حالتها تتغير، نسيت الزواج ومواعيده، وضاعت الأموال الكثيرة، وبدأت تسلك نفس طريق أخيها، فسرقت من جيب والدها وباعت بعض ذهبها حتى أصبحت بلا مال. وفي يوم من الأيام احتاجت إلى تلك السموم، واحتاج أخوها ولم يجدوا مالا. ذهب يوسف لأصدقاء السوء: أرجوكم ساعدوني أرجوكم ساعدوني. لم يأبه به أحد، حاول أن يستطيعهم، كان يستعطفهم، كان يسترحمهم، ولا مجيب. قال أحد أولئك الأشرار: لن نعطيك حتى تأتي بأختك إلى هنا لنأخذ منها ما نشاء. صرخ يوسف في وجهه: وهل أنا قادر إلى هذه الدرجة حتى أفعل ذلك؟ قال ذلك الخبيث: وماذا سيضرك وماذا سيضرك ما دام أنها محتاجة؟ اعرض عليها الأمر فقط. رجع إلى البيت وهو يفكر: يا الله يا الله، بهذه السهولة يبيع عرض أخته الشريفة، أخته المصونة. صحيح أنه السبب في إيقاعها في تلك السموم، لكن العرض أمره ليس بالسهل والهين. دخل المنزل، أسرعت إليه: ها معك شيء معك شيء؟ قال: لا، رفض الأوغاد أن يعطوني شيئا. دخلت الغرفة وبدأت تتقلب على سريرها كالمجنونة، كانت تشد من شعر رأسها، كانت تصرخ وتبكي. فكر يوسف وقال: لقد عرضوا علي أمرا. أسرعت تقول: وما هو؟ قال: أن تذهبي معي إليهم ليحدثوك ويأنسوا بجلوسك. قالت: بسرعة بسرعة، أنا مستعدة الآن. لبست ثيابها وضعت عباءتها وانطلقت معه إلى ذلك الوكر. وهناك، نعم هناك يا شباب، غابت شمس العفاف وانتحر الطهر بسكين أولئك الذئاب. أصبحت أسماء الشريف عاهرة، أصبحت أسماء المصونة ليست بالمصونة، نسيت كل شيء كانت تحلم به، زوجها الجميل، بيتها، كرامتها، طهرها وعفتها. وأصبح يوسف الذئب الذي يبيع عرض أخته ليشبع شهواته ويحصل على لذاته. ومرت الأيام، وأسماء تخرج مع أخيها زاعمة أنها تذهب للسوق وهي في أحضان أولئك الطلاب، حتى تنال تلك السموم منهم. تردت الأحوال أكثر وأكثر، وأصبح المنزل مشاكل متعددة وخصام دائم. في يوم من الأيام وبعد صلاة المغرب رن الهاتف، رفع الأب السماعة، كان صوت أحد ضباط الشرطة يطلب من الأب الحضور إلى قسم الشرطة. وهناك عاين الأب المسكين مأساة أسره، عاين الأب المسكين مأساة أسرته، فقد كانت أسماء في ذلك الوكر وتعاطت مع أخيها وزملائه جرعة كبيرة من المخدرات، ثم ودعت الحياة وماتت. هرب الجميع من الوكر، وبقي أخوها بجوار جثتها يبكي ويصرخ: أنا السبب، لا لا، لن تموتي يا أسماء، لن تموتي يا أسماء. لم يكن بد من أن يخرج وراءهم يبحث عن أي خيط من أمل يتمسك به في هذه الحياة. جلس يصرخ، جلس يصرخ في الشارع، أمسك به الناس، أوقف المارة سيارة للشرطة وسلموه للشرطة. وهناك علمت الشرطة بالقضية، كان يصرخ: يا ناس يا ناس، اسمعوا قصتي، أصدقاء السوء هم السبب، لقد حطموا مستقبلي، لقد حطموا حياتي، لقد قتلوا أختي. كانت ستدخل حياة السعادة بعد شهر واحد، كانت ستبني قصر الأنس بعد أيام، كانت ستنجم الأولاد، كانت وكانت وكانت. وبدأ الزمن يردد صدى صوته: لكم يا شباب الإسلام، يا من تستهينون برفقاء السوء، يا من تظنون أنكم على خير، والله 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 ما أرضى بشباب الإسلام وفتيات المسلمين سوى أصدقاء السوء. ألم يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فقال كما في الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فلماذا لا نتعظ ولماذا لا نعتبر؟ لا يا شباب، لا، قبل أن يقول أحدنا صاحبي قتلني، قبل أن يقول أحدنا صاحبي قتلني. كانت تلك الفتاة
تدرس في السنة الثالثة الثانوية، كانت وقورة جميلة الجميع يحبها، كانت تسمع صديقاتها وهن يتحدثن عن الحب والغرام والغزل والهيام فلا تبالي، لكنها كانت تعيش في بيتها فراغا قاتلا، فالجميع مشغول بأمور حياته وهي لا أحد يسأل عنها. إحدى صديقات السوء كانت تحاول جاهدة أن تعرفها على أحد الذئاب، أعطتها رقم جواله أكثر من مرة وقالت كلميه وستجدين السعادة، وكانت هدى تتهرب دائما. وفي يوم كان الفراغ يقتلها، كان الفراغ يقتلها في غرفتها، رفعت سماعة الهاتف واتصلت، وبدأ الشيطان يفتح أحضانه لتكتب قصة المأساة لفتيات المسلمين. كثرت المكالمات وتعلقت به الفتاة وزاد الحب والغرام، وفي يوم من الأيام وعدها ليشاهد منزل الزوجية السعيد، وهناك أصبحت كالمشلولة، نال منها ما نال وسلبها أغلى ما تملك. قالت والزواج والزواج؟ قال لا، أنا لا أتزوج امرأة ليست بشريفة. سقطت تلك الكريمة ضحية الفاحشة بنت الأجداد الأفاضل الكرام، يوم أن غفل الأب والأم وفقدت التربية واستخدم أصدقاء السوء حيلهم الخبيثة. كانت بداية قصتي وبداية الخطب الجلل، أني جلست بغرفتي حيرى يحقصرني الملل، كفي على خدي وقد شخصت من الهم المقل، والشعر بين أصابعي في كفي الأخرى انسدل. كان الفراغ مخيما حولي يراقب في وجل، أمي تجاهد إخوتي وأبي تشاغل بالعمل، والكل يجري في مصالحه وقد غفل الأهل. جاء الفراغ بحلة سوداء تنبلها الحلل، وعليه ألف عمامة وبها تخفى واكتحل. قال الخبيث وليته ما كان يا قومي فعل، ما لي أراك حزينة تتلفعين بذي الحلل، عندي الدواء لما بك فدع التقاعس والكسل، قومي تعالي جربي ما قد أقول بلا وجل، كوني خليلة عاشق فبه سينبلج الأمل، لا تخجلي أبدا وهيا كلميه إذا اتصل. وأصخت أسمع هاتفي والقلب يخفق في وجل، ومضيت أخطو نحوه ولقد غفلت وما غفل، فأجبته وسكت أسمع ما يقال من الغزل، وهمست أسأله أتعشقني فقال أجل أجل، ولسوف نرسم قصة من حبنا تغدو مثل. وبدأت يا أختي أكلمه إذا ما الليل حل، وتساقطت مني الفضائل واستحى مني الخجل، حتى أتى يوم به نجم الطهارة قد أفل. قال الخبيث متى اللقاء فإن ذا لا يحتمل، هي ساعة أو نصفها إن شئت أو حتى أقل، لا ترفضي لا ترفضي فالرفض يقطع ما وصل. وخرجت يا أختي وقابلت الخبيث وقد جدل، ومضى بنا حتى أتينا وكره وبه دخل، ودخلت يا أختي وما أيقنت أني في زلل، وأتيت يا أختي وأبصرت الحبيب وقد رحل، ورأيته ذئبا يصارعني وكنت أنا الحمل، وتمكن الذئب الخبيث وصار جسمي في شلل. آه وآه ثم آه كيف أنجوم العمل، قلت الزواج فقال لا، أنا لست أرغب من دبل، وبدا يؤنبني وسهم الحزن في قلبي وغل. كان الفراغ مصفقا ومع الشياطين احتفل، كانت نصائحه من الشيطان يا قومي حيل، إياك أن تقعي بها مهما أشار وكم بذل، أفلام عهر أو مجلات بها سر الخلل، وصديقة السوء التي تلقيك في وسط الوحل، جرح العفاف أخيتي مهما تداوى من دمل. إنني أوجه نداء إلى كل العقلاء، يا شباب الإسلام هل ذقتم حلاوة الأخوة الإيمانية؟ هل شعرتم يوما بلذة الصحبة الصالحة؟ هل وقفتم يوما على الراحة التي يجدها أصدقاء الإيمان وجلساء القرآن؟ كم نحن بحاجة إلى هذه الصحبة، والله لولا الإخوان الذين يعينون الإنسان على الطاعة لتمنى المسلم الموت. يا رب لا تحرمني صحبة الخير، يا رب لا تحرمني صحبة الخير، وارفع عن الظهر أثقالا من الوزر، واكتب إلهي ختامي آخر العمر حين التلاوة أو في الشفع والوتر. دعوني أنقل لكم هذه الحادثة التي عايشتها بنفسي. عاش سلطان حياة سابقة مليئة بالمعاصي والآثام، وقع في الحبوب والمخدرات، واحترف السرقة والسلب. اسألوا الشوارع والمنتزهات تنبئكم عن آثاره، بل حتى والده لقد تبرأ منه، وأصبحت الشهور تمر تلو الشهور ولا يلتقي بصره ببصره، وأقبل رمضان وأقبلت معه نفحات الإيمان. صدقوني ليس رمضان البعيد، بل رمضان عام 23 و400 ألف للهجرة. رأى سلطان إقبال الناس على الطاعة، سمع بكاءهم ونشيجهم، أبصر إقبالهم وإخباتهم،
حدثته نفسه بالتوبة وكانت البداية، لكن لا بد من صحبة طيبة تعينه. وتعرف سلطان على صحبة طيبة في غرب مدينة الرياض، ووضع قدمه على طريق السعادة، وبهمة الأبطال وعزيمة الشجعان الأشاوس هجر أصدقاء السوء وقاطع كل ذنب يغضب الجبار سبحانه. زارني في المسجد والدموع تملأ عينيه، قال: أريد أن أحفظ القرآن. قلت: احمل الإخلاص والعزيمة وسيرزقك الله هناك. وعكف في رمضان على القرآن. لقد وجد سلطان الكثير من المضايقات، أصدقاء السوء، ذكريات الماضي، الليالي الحمراء، بل حتى والده كان إذا رآه قال: ابتعد عني، وإلا اتصلت على الشرطة وأخبرتهم بوجودك. يا أبتاه، لقد تبت يا أبتاه. ووالده لا يصدقه. حاول أخوه الأكبر أن يقنع الأب لكنه لم يقتنع، والنتيجة لقد طرد سلطان من المنزل. كان المسجد هو مأواه، مصلاه، محراب الدموع والندم، وكان أخوه كثيرا ما يساعده ويثبته. وفي موكب الصالحين كان سلطان يجد أنسه وراحته. صدقوني، ربما تعجبتم مما سأقوله الآن، لقد أشرق وجه سلطان كثيرا. سلطان خلال أسبوعين ونصف كان قد انتهى من تسميع 3 أجزاء، بل قارب 4، وكان يقول لي: بإذن الله لن تمر 7 أشهر إلا وقد ختمت كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا. كنت أتعجب منه كثيرا، همته المتقدة، صبره الدائم، تحمله للمشاق من أجل القرآن. كان يلبس أجمل الثياب، كان يأكل أفضل الطعام، والآن والله ربما يمر اليوم الكامل وهو لم يتذوق شيئا. أقبل العيد وسلطان لا يزال يحدو به شوقه إلى حفظ القرآن، كيف لا وهو يعلم أن الماهر به كما قال صلى الله عليه وسلم مع السفرة الكرام البررة. وفي منتصف يوم من الأيام كان على الطريق الدائري، وانحرفت سيارته فجأة، وانفجرت الإطارات، وتقلبت السيارة 10 مرات، ولا تسألوا عن سلطان. لقد دخل إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى، كسر في الظهر والفخذ، ورضوض شديدة في الجمجمة، ونزيف حاد، ومرت الأسابيع وهو على حاله من عملية إلى عملية، والسرير الأبيض لا يفارقه. دمعت العيون كثيرا على حاله، دمعت العيون كثيرا على حاله، ورفعت الأكف بالدعاء له، حتى جاء الخبر أنه تشافى قليلا وأفاق من غيبوبته، وهو الآن في غرفة الجراحة. نقل إلي ذلك الخبر السار أخي أبو مصعب، قال لي: حان وقت الزيارة، فربما دعاء يسير يخفف شيئا من معاناة أخينا. ركبت سيارته، كنت مطرق الرأس، وأبو مصعب يسرد علي قصة حياة سلطان العجيبة. كان الشوق يقودنا إليه بسرعة كبيرة. وصلنا إلى المستشفى، دخلنا قسم الجراحة. يا سبحان الله، كم نحن في نعم عظيمة من الله. سألنا فقالوا: هذه غرفة سلطان. دخلنا عليه، سلم عليه أبو مصعب، سلمت عليه، لم يكن يستطيع الحراك. جلست عند رأسه، أمسكت بكفه واقتربت منه، كانت عيناه فقط هما اللتان تتحركان. قلت له: إذا أردت أن تقول نعم فاضغط على يدي برفق. لقد اشتقنا إليك يا سلطان، لقد اشتقنا إليك يا سلطان. ضغط يده. كم نتمنى أن تعود إلينا، الشباب كلهم يسألون عنك، لكن لا تخف، لن يضيعك الله، فالجميع يدعو لك، وأنت لقد هجرت طريق المعاصي، فأبشر بما يسرك. يا سلطان، هيا شد من عزمك، فالمصحف ينتظرك. يا سلطان، حلقة القرآن تنتظرك. يا سلطان، محرابك والمسجد والرفقة الصالحة، الجميع في انتظارك. ضغط على يديه ونزلت من عينيه دموع لست أدري ما تفسيرها. قرأت عليه يسيرا من القرآن، وقرأ عليه أخي أبو مصعب، ودعناه ودعونا له وانصرفنا. مرت أيام قليلة، وبعد صلاة العصر زارته أمه وخالته، وجاء وقت المغرب، وفجأة تحرك سلطان، تكلم سلطان، كادت الأم تطير من الفرح. قال: يا أمي ساعديني لأتوضأ. قام جر قدميه بثقل، ساعدته أمه وخالته على الوضوء، ثم رجع إلى سريره، عدل من نفسه على السرير وأحسن الجلوس، والأم لا تصدق ما تراه، ثم نظر إليهم النظرة الأخيرة، ابتسم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وودع الحياة. والله ثم والله، لقد كنت في من غسله في مغسلة الموتى. ذلك الوجه الأسمر كان يشع نورا وبهاء، كل من حوله كان يقول: الله أكبر، الله أكبر. وكانت الجنازة أمرا كبيرا مشهودا. تقبل الله توبتك يا سلطان، وجمعنا بك وبنبينا في الجنان. تقبل الله توبتك يا سلطان، وجمعنا بك وبنبينا في الجنان. يا الله، يا الله، ما أحلاها من حياة، حينما تكون في صحبة أهل الخير
ثم تكون خاتمتها على ما يرضي الله. يا شباب الإسلام، نريد موتا شريفا، نريد وداعا للحياة بعزة وإباء. يكفي موتا على الدخان، يكفي هلاكا على المخدرات، يكفي والله، يكفي والله. وأهلا ومرحبا بخاتمة على القرآن أو شهادة في سبيل الديان. ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في الأزمات كالشم الجبال. فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. أما إذا سكتوا فأنظار لها وقع النبال، يسعون جهدا للعلا بل دائما نحو الكمال. يصلون للغايات لو كانت على شم الجبال، ويحققون مفاخرا كانت خيالا في خيال. همم لهم تسمو إذا ما رامها نجم الشمال، لا يشتهون الدون أو أحوال أشباه الرجال، بل يشتهون الخوض في حرب المداولة السجال. يتعشقون الموت في أوساط ساحات القتال، ويرون أن الحر عبد إن توجه للضلال. من لي بفرد منهم ثقة ومحمود الخصال، من لي به يا قوم إن هموم وجداني ثقال. سيطول بحثي إن سؤلي نادر صعب المنال، فمن الذي تحوي معا أوصافه هذه الخصال؟ لكن عذري أن في الدنيا قليل من الرجال. فكونوا يا شباب الإسلام من أولئك الرجال، وأنتن يا فتيات المسلمين كن من الصالحات العظيمات. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين. اللهم أصلح نساء وفتيات المسلمين، واجعلهن بالصحابيات مقتديات، واحفظهن من التبرج والسفور، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة، اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة، اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة، واكتب لنا خاتمة حسنة يا حي يا قيوم. اللهم انصر عبادك المجاهدين، وأعلي كلمتي الحق والدين، واجعلنا أئمة للمتقين، إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبحث عن نعيم غير أني أذوق المر في كل الشراب، فمدوا كفكم يا خير صحبي، فإني بائس أشكو ترابي. وأبحث عن نعيم غير أني أذوق المر في كل الشراب، فمدوا كفكم يا خير صحبي، فإني بائس أشكو ترابي. تحاصرني الهموم أيا رفاقي، وأحيا كل يوم في عذابي، وأمضي في طريقي لست أدري لماذا لست أهنى في شبابي، لماذا لست أهنى في شبابي، لماذا